معانا تاني دكتور هاني ابو اليزيد، مدرس امراض البطنه والغدد الصماء والسكر وامراض الدم. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام، كله تمام. تمام، على فكرة اسمي هنا ابو زيد مش هنا ابو اليزيد. انا اسفه دكتور هاني ابو لا زيد. يمكن، شكرا على التوضيح، مهم جدا لا طبعا فندم ولا اكيد. يهمك، الله يبارك فيك، اتفضل. هل ارتفاع درجات الحرارة اللي احنا بنمر بيه اليومين دول بيأثر على ضغط الدم المرتفع ولا المنخفض ولا الاتنين مع بعض؟ طبعا بيأثر بدرجة كبيرة، لأن في الجو الحر الجسم بيستجيب للجو الحر العالي دي بكذا طريقة. أول طريقة إن هو ممكن يزود معدل التنفس، فبيحصل تبخر لنسبة المياه اللي في الجسم، العرق طبعا بيزيد، فكمية الجسم السوائل اللي في الجسم عموما بتقل، فكل ده بيأثر على الضغط. فلو ضغطه واطي هيبقى واطي أكتر، وضغطه عالي هينزل إلى حد ما نسبة بسيطة، بس مش دي نسبة مؤثرة، بس هو بيأثر أكتر على الناس اللي ضغطها منخفض، لكن العالي ما بيوصلش بنسبة كبيرة، لأن ده حاجة مفيدة له. أنا لو ضغطه عالي بيستفيد من الجو الحر. يا هو الضغط مش بيبقى حر. بيعلي الضغط زيادة. لا لا، ما بيعليش الضغط، هو ممكن بس يعلي لو اتوتر بقى، يعني بطرق أخرى، هو بيبقى متضايق طب ال متنرفز اه اه لو لو متوتر، تعرض لكن مش من الحر نفسه. طب لكن الحر نفسه مفيد لأن ضغطه منخفض. طب للناس اللي ضغطها منخفضة تعمل ايه؟ يعني احنا اهم حاجه بس شرب السوائل، لان ما بننصح في الصيف بشرب السوائل، يعني مثلا لو واحد بيشرب مثلا لترين في اليوم يشرب 3 و4 في الصيف، بنكتر نسبه السوائل. بس ما هو بيقولوا ان السوائل او الميه الزياده بتسحب الاملاح من الجسم، فبرضه لا، بتودي الضغط زياده. ما فيش حاجه اسمها كده. الجسم ده كلام، ده كلام خاطئ عند بعض الناس، ما فيش الكلام ده. لا، اهم حاجه علاج الضغط الواطي، اهم حاجه الميه، مش اللي حتى الناس اللي ضغطها تقول لك انا باخد مخللات عشان ضغطي يرفع، ده كلام مش صح. يا فندم الافضل ايه اللي مش صح؟ الناس اللي بتقول ان انا ضغط واطي فاكل مخللات عشان ضغطي يرفع، فدي بتبقى حاجه بس سايكوجينيك، حاجه نفسيه، لكن هو ما بيرفعش الضغط زي الميه. الاملاح بتخلي ضغطه عالي بس، لكن الضغط واطي ما بترفعش معاه قوي زي اللي هو لما يكون ضغطه عالي. لو واحد ضغطه عالي وكل مخللات ترفع معاه جدا، يعني يشرب لكن كميات لو من المية كتير كميات اكتر الميه من اهم حاجه، العادي. اكتر من عادي. لو هي ضعف الكميه، انا مثلا بشرب لترين يشرب 4، لان هو دلوقتي انا كميه ضغط السوائل زادت، يعني في الصيف كميه ضغط السوائل بتزيد بالذات مع المجهود، مع المشي، مع طلوع السلالم، مع الشغل الكتير، فبيبقى كميه ضغط السوائل زادت، فبيأثر على الضغط بنسبه كبيره. يعني طب واللي ضغطه بقى انخفض فجأة، مثلا هو في مشوار وضغطه وتعرض لدرجة حرارة عالية؟ هو لا، لازم لو ضغط عالي اهم حاجه بس لما اكون في مكان ظل احاول ارطب جسمي، ان انا مثلا في مكان ظل، لو انا مثلا يقدر يوم من الامكان ان انا اقعد في مكان وارفع رجليا، ده ممكن. لان انا مثلا في مكان صعب، مثلا واحده انسه او مدام في مكان ما، يعني مش هتنفع تعمل كده، فانا بقعد في مكان ظل واشرب كميه سوائل كتيره، واحاول ان انا يعني انزل درجه حرارتي، ما اكملش، يعني عشان لو كملت ممكن يغمى عليا، ان انا لو كملت في الحر ده ممكن يغمى عليا. طب ايه من هي، الافضل ان انا اتفضل، اتفضل معاك، اتفضل. ايه هي اعراض انخفاض ضغط الدم؟ يعني اعرف ازاي ان ضغطي واطي؟ هو بص حضرتك، هو الاعراض بتاعه الضغط العالي والوطي شبه بعض شبه في بعض؟ الغالب، يعني لكن في الغالب، في الغالب لما يبقى الضغط واطي في الغالب بيحس بضربات قلب سريعه، بيبدا يحس ان هو العرق زاد معاه شويه، عينه مزغلله، نهجان كده، يعني لان الضغط العالي برضه بيعمل ضربات قلب سريعه وبيعمل نهجان وبيعمل الحاجات دي، بس هو اللي ضغطه واطي بيعرف من تكرار الاعراض معاه. لكن ما فيش حد ضغطه بيوطى مفكه، هو بيحس بالاعراض بتبقى بالتدريج، ضربات قلب زادت، العرق زاد قوي، النهجان زاد معايا، حاسس بتنميم في الاطراف، حاسس عيني زغللت، ابقى مش شايف الاشياء كويس كده يعني. طب ايه السلوكيات اللي احنا بنعملها واحنا مش واخدين بالنا ممكن توطلنا ضغطنا اكتر؟ عموما ولا في الصيف؟ عموما وفي الصيف وفي ارتفاع درجات الحرارة اللي احنا فيها. هو عموما اهم حاجه زي ما انت عرفت انها كميه شرب السوائل، ان في ناس ما بتشربش، ما بتتناولش ميه خالص، دي اهم حاجه، دي اهم حاجه اللي احنا بنخاف انها توطي الضغط. ممكن بقى، ممكن بقى الاكل، عدم الاكل كويس، الناس تنزل من غير فطار، في بعض الناس تاخد ادويه مثلا وما بياخدهاش بطريقه مناسبه، بياخدها مثلا قبل الاكل، المفروض قبل عد الاكل، دي في اللي هي كذا ايه؟ عامل. ايه اللي بعد في الاكل؟ ناس في ناس بتتناول الادويه بطريقه خاطئه، هو المفروض الدواء قبل اوكي الاكل ياخده بعد الاكل، اوكي مثلا الدواء مثلا بطريقه ما ياخده مثلا الصبح بدري، مثلا بياخده متاخر كده يعني. في مأكولات معينة او مشروبات معينة بتوطي الضغط يعني واحنا مش عارفين؟ بص حضرتك، هو علميا، علميا عشان بس في ناس مشهوره يقول لك انا هشرب كركديه ساقع، لا هشرب كركديه مغلي، مفيش ايوه اي كلام علمي بحت على الكلام ده، ده كله كلام معلش يعني، كلام يعني انت عارفه الشعب بتاعنا ما شاء الله يعني بيفتي كل حاجه، ف
ما فيش مقوله علميه بتقول ان الكتابه بتوقف الضغط. هو بص كل ده حاجات بلاسيبو، بلاسيبو يعني ان انا باخد حسيت ان انا اخدت حاجه بتوطي الضغط فالضغط بيوطى، او العكس ان انا اخدت حاجه بتوطي تعلي الضغط فالضغط عالي. انما احنا عندنا في الفارما بلاسيبو. بس يعني هو معروف ان الكافيين مثلا او فنجان قهوه يعني لما حد يبقى ضغطه واطي بيقول لك اشرب قهوه عشان ترفع لك ضغطك شويه. القهوه انا بتكلم على انت بتدي مشاريب، ما قلتش مشاريب سخنه، انا بتكلم على العصاير والميه والحاجات دي. بتكلم على القهوه والشاي ماشي، دي ساعات القهوه بترفع بدرجه ما يعني عشان هي كافيين يعني. ومأكولات برضه في اكل معين يعني في ممكن يعلي او يوطي الضغط؟ لا الحاجات ما اللي بيعلي الضغط الاملاح، سواء اكل بقى سواء شرب سواء كده، لكن ما فيش حاجه معينه بتعلي الضغط، اكلات معينه يعني. الا بقى الهيفي ميلز، سمعنا هيفي ميلز اللي هو وجبات تقيله، وتفر هي اكلتين يعني. دي بتعمل ايه؟ بتعلي الضغط؟ بتعلي الضغط وممكن ربنا عارفين لو مريض ضغط او مريض قلب وكل وجبه تقيله ممكن تدخله في ذبح. اوكي. لان هو الدم بيسيب الجهاز الدوري وبيروح للجهاز الهضمي، فممكن تعمل له الم في الصدر ذبح، تزود الام الذبح معاه. طب يا دكتور حضرتك الوجبات التقيله حضرتك قلت ان بتنصح ان نشرب ميه كتير، هل تفرق درجه حراره الميه؟ يعني ميه عادي من الكرتونه درجه حرارتها عاديه، لا ولا لازم ميه ساقعه، ولا لازم تلج، ولا ايه؟ الميه المعتدله، الميه الساقعه مش هتشرب كتير، فمش ده بالعكس الميه الساقعه ساعات بتطفي يعني. احيانا الميه الساقعه لما يكون الجو حر قوي نشرب ميه ساقعه قوي ممكن تعمل لي في المعده، ممكن تعمل لي نزله معويه، لان انا درجه حرارتي مثلا بتبقى 40 45 يعني، درجه حراره الجسم مثلا في الوقت ده الجسم مثلا عاليه مثلا وصلت 37 37 وشويه، وانا بشرب ميه مثلا درجه حرارتها 5 ولا 6 فبالطبع هتتعب، مش هتفيد يعني. والعصاير برضو مثلا الليمون يعني، اللي بيقول لك الليمون دايما مفيد للضغط والبرتقال والكلام ده. مع الحاجات الحمضيه اللي في الاخر بتخش تحت مسمى الاملاح، اللي هو سواء موالح بقى فاكهه او موالح مخللات او كده، دول بيرفعوا الضغط او يحسنوا الموضوع يعني في الحر ده. طيب بشكر حضرتك يا دكتور، شكرا جدا، ده يعني كان معلومات حقيقة قيمة. كان معنا دكتور هاني أبو زيد مدرس أمراض البطن والغدد الصماء والسكر أمراض الدم، شكرا لحضرتك على المداخلة. شكرا يا فندم، مع السلامة.